السلام عليكم ورحمة الله. إذا أرحب بالجميع في التمرين رقم 2 من سلسلة تمارين الدالة الخطية والدالة التآلفية. إذا التمرين يقول عرف كل من الدوال F و G و H إذا علمت أن. إذا عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى F دالة تآلفية وأن معاملها هو ناقص هذه الجوج وأن F ديال ناقص جوج تساوي 4. الحالة الثانية G دالة تآلفية وأن F ناقص 2 تساوي 2 و F 5 تساوي 3. والحالة الثالثة H دالة تآلفية وأن تمثيلها المبياني يمر من النقطتين A و B. إذا نبدأ بالحالة الأولى F دالة تآلفية بحيث معاملها هو ناقص 1 على 4 و F ديال ناقص 2 تساوي 4. إذا ما معنى دالة تآلفية؟ F دالة تآلفية ماذا تعني؟ ثاني أن F تكسب على هذا الشكل F دو X تساوي AX زائد B. إذن الدالة الخطية F دو X كتساوي AX وفي الدالة التآلفية F دو X تساوي AX زائد B. طب الحال أو B عددان حقيقيا. إذن بالنسبة لA كيفاش غادي نديرو القوة؟ طب الحال عطينها لنا. إذن معاملها إذن أمعطية عندنا في المعطيات تساوي ناقص 1 على 2. إذن الدالة تصبح على هذا الشكل. إحنا لقينا A إذن كيمكن لي نعوض A بالقيمة ديالها. إذن F دو X تساوي إذن كنعوض A بناقص 1 على 2 كيبقى لي دابا خصني نقلب على العدد B. إذن حساب B. إذن لدينا إذا عندنا F ديال ناقص 2 تساوي 4. دونك حنا شنو كنديرو؟ كنعوضو X بالعدد ناقص 2. إذا غتولي عندنا F ديال ناقص 2 تساوي ناقص 1 على 2. إذا فيما لقينا X كنعوضوها بالعدد ناقص 2. إذا 1 على 2 مضروبة في ناقص 2 زائد B. إذا كنبسطو هاد الكتابة. عندنا ناقص في ناقص ولات زائد واحد على جوج مضروبة في جوج إذا كتساوي لنا واحد. إذا زائد ب وحنا كنعرفو إف ديال ناقص جوج تساوي 4. إذا هذه تساوي كنعوضها بالقيمة ديالها. إذا ب كنعوضو كنديو الواحد للطرف الثاني ديال المعادلة كترجع 4 ناقص واحد إذا تساوي 3. وبالتالي الدالة F دو X تساوي ناقص 1 على 2 X زائد 3. الحالة الثانية جي دالة التآلفية بحيث. إذا عندنا جي دالة التآلفية ماذا يعني؟ يعني أن جي ديال X تكتب على شكل AX زائد B. إذا احنا خصنا نقلب على A ولا B. A هو المعامل و B هو الأرتوب عند الأصل. إذا كيفاش غنلقى المعامل A؟ إذا المعامل A كقاعدة عامة كيساوي لنا F ديال X واحد ناقص F ديال X جوج على X واحد ناقص X جوج مع X واحد تخالف X جوج. يعني كناخد أي عدد مع فوراجي ماشي F. إذا كناخد صورة ديال أي عدد. مثلا ممكن ندير جي ديال واحد ناقص جي ديال جوج على واحد ناقص جوج أو جي ديال خمسة ناقص جي ديال ستة على خمسة ناقص ستة وهكذا. إذا إحنا عندنا جي ناقص جوج وعندنا جي ديال خمسة. إذن A تساوي جي ديال خمسة. هنا الترتيب غير مهم. ممكن ندير جي ديال خمسة ناقص جي ديال ناقص واحد وممكن ندير العكس. إذن جي ديال خمسة ناقص جي ديال ناقص اثنان على خمسة ننتبهوا خمسة هنا خمسة ناقص ناقص اثنان. إذا درنا التعويض المباشر.
إذن هنا غادي نعوض جيت خمسة بالقيمة ديالها. جيت خمسة شحال كتساوي؟ كتساوي تلاتة ناقص جي ديال ناقص جوج تساوي ماذا؟ تساوي اثنان حسب المعطيات. خمسة ناقص ناقص هي خمسة زائد اثنان، إذن ثلاثة ناقص واحد اثنان هي واحد، خمسة زائد اثنان تساوي سبعة. إذا حنا لقينا العدد أ. إذن هنا شنو غادي ندير؟ غادي نعوض دابا الدالة، دونك عندنا الدالة جي ديال إكس، إذا لقينا أ كنعوضها القيمة ديالها هي واحد على سبعة إكس زائد العدد بي، بقى لي دابا نلقى العدد بي. إذن حساب بي، إذن هنا شنو غادي نديرو؟ غادي ناخد إما الجد ناقص جوج أو الجد خمسة بحال بحال. إذن ناخدو مثلا الجد ديال خمسة، إذن الجد ديال خمسة إذن حنا كانت عندنا الجد إكس، هنا الجد خمسة شنو درنا؟ عوضنا إكس بالعدد خمسة، إذن فيما لقيت إكس غنعوضها بخمسة، إذن هي ديال كتساوي لنا واحد على سبعة، إذن قلنا إكس غنعوضها بخمسة، إذن مضروبة بخمسة زائد بي. إذا جيت خمسة شحال كتساوي حسب المعطيات؟ كتساوي لنا ثلاثة، إذا كنعوضها بالقيمة ديالها. إذا سبعة واحد على سبعة في خمسة هي خمسة على سبعة زائد بي. إذا بي تساوي ماذا؟ خمسة على سبعة كنديها للطرف ديال اللي فيه ثلاثة، إذا غتبدلها الإشارة غتولي ثلاثة ناقص خمسة على سبعة. إذن كنوحد المقام، هذا المقام واحد هو سبعة ناقص خمسة على سبعة، إذن ضربنا واحد في سبعة، يعني نضرب ثلاثة في سبعة يعني واحد وعشرين. إذن واحد وعشرين ناقص خمسة تساوي ستاش على العدد سبعة، وبالتالي الدالة ديالنا تكسب على هذا الشكل. جد إكس تساوي إذن قلنا واحد على سبعة إكس، و بي كنعوضها بالقيمة ديالها اللي هي 16 على 7. الحالة الأخيرة عندنا أش دالة تآلفية وأن تمثيلها المبياني يمر من أ و بي. إذن أش دالة تآلفية ماذا تعني؟ يعني أن أش دو إكس تساوي أ إكس زائد بي، أ معاملها و بي الأرتوب عند الأصل. إذن كيفاش غادي نلقى أ و بي؟ نبداو بأ هي الأولى. إذن عندنا أ ناقص ثلاثة ربعة نقطة من التمثيل المبياني. شنو كيعني هاد الجملة هادي من التمثيل المبياني؟ يعني هاد أ هادي هادي ناقص ثلاثة وهادي ربعة، يعني أ راهي ناقص ثلاثة إف ديال ناقص ثلاثة، يعني هاد إف ناقص ثلاثة راه كتساوي لنا أربعة. إذن إف ديال ناقص ثلاثة تساوي العدد أربعة، وبنفس الطريقة إف إذن بي كذلك اللي كتساوي لنا ثلاثة ثلاثة. إذا نقطة من التمثيل المبياني شنو كاين؟ كاين بأن إف ديال ثلاثة راه تساوي ثلاثة، إذا إف ديال ثلاثة تساوي ثلاثة. دائما هنا العدد وهنا الصورة ديالو، هذا اللي كيكون مكتوب هنا هو الصورة ديال العدد هذا. إذا ثلاثة إف ديال ثلاثة ناقص ثلاثة إف ديال ربعة، إف ديال ناقص ثلاثة. إذا حنا لقينا إف ديال ناقص ثلاثة ولقينا إف ديال ثلاثة، شنو غادي نستافد من هاد العددين بجوج؟ غادي نلقى بهم المعامل أ. إذا أ كتساوي إف ديال ناقص ثلاثة، قلنا أ كتساوي إف ديال إكس واحد ناقص إف ديال إكس جوج على إكس واحد ناقص إكس جوج. إذا لقينا عددان غنستعملهم، إف ديال ناقص ثلاثة ناقص إف ديال ثلاثة على ناقص ثلاثة دائما ناقص العدد ثلاثة، إذن إكس واحد ناقص إكس جوج. إذن غنديرو تعويض، إف ديال ناقص ثلاثة هي ربعة،
اف ديال 3 هي 3، ناقص 3 ناقص 3 تعطينا ناقص 6. اذا 4 ناقص 3 1 على 6، هذيك الناقص غنطلعها الفوق. اذا لقينا دابا المعامل الموجه اللي هو ناقص 1 على 6، وبالتالي هنا هادشي كامل راه اش ماشي اف. اذا اش لان هنا كنهضبو بالدالة اش، وبالتالي غنقلبو دابا على العدد بي. اذا اش ديال اكس تساوي ناقص 1 على 6 اكس زائد بي. اذا حساب بي. بنفس الطريقه كما درنا في المثال السابق، لدينا اش ديال 3، اذا ممكن ناخذ اش ديال 3 ولا اش ديال ناقص 3 بحال. اذا اش 3 تساوي 3. اذا شنو كنديروا؟ كنعوضوا اكس بالعدد 3، اذا اش 3 غادي نعوض في هذه المعادله، هذه هي ناقص 1 على 6 مضروبه، اذا عندنا اكس نعوضها ب 3 زائد بي. اش ديال ناقص ديال 3 غادي نعوضها بقيمه ديالها هي 3، اذا ناقص 1 على 6 مضروبه في 3 هي ناقص 3 على 6 زائد بي. اذا كنختزلوا، عندنا 3 على 6 هي 1 على 2 زائد ب. اذا ب تساوي ماذا؟ هذيك ناقص 1 على 2 غنديها للطرف الثاني، اذا غترجع زائد 1 على 2، اذا غترجع 3 زائد 1 على 2. كنوحدوا المقامات، المقام 1 هو 2، اذا 2، اذا 6 على 2 زائد 1 على 2، وبالتالي تساوي لنا 7 على 2. اذا كخلاصة، الدالة اش دو اكس تساوي ناقص 1 على 6 اكس زائد 7 على 2.